أكد محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة على قيام الدولة بتنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات خاصة قطاع الكهرباء. جاء ذلك خلال مؤتمر جماهيري في المدينة الشبابية بالعريش العرض ومناقشة التأثيرات البيئية المحتملة لمشروع إنشاء وحدتين غازيتين لتوليد الكهرباء بالعريش. وأكد محافظ شمال سيناء أن المحافظة لديها الآن مشروع عملاق في الكهرباء بإنشاء وحدتين بطاقة كل منهما 125 ميجا وات بالمحطة البخارية بالعريش، بخلاف محطتين بالعريش بطاقة 175 ميجا وات، بالإضافة إلى محطات بالشيخ زويد.